إذا معنا في هذه الأثناء أحمد عزام محلل أول أسواق المال في إيكويتي جروب، مجموعة إيكويتي، للحديث عن العالم من حولنا وكيف يسير. أهلا وسهلا بك معنا. تعلم يعني أن البنوك المركزية حول العالم تتبع كثير من الإجراءات فيما يتعلق بالتشديد والتيسير حسب حالات التضخم والاقتصاد. دعنا ننتقل إلى كندا التي تتهيأ ربما إلى إحداث عملية رفع أو خفض أو تثبيت للفائدة. كيف تقيمون الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد وإلى أي مدى هي مرشحة للتغيير؟ صباح الخير. نعم، بنك كندا أحد البنوك الذي كان قد فاجأ الأسواق في اجتماعاتهم السابقة. منذ بداية تجديد السياسة النقدية أو دورة تجديد السياسة النقدية رفعوا الفائدة 7 مرات، مرتين كان فيها مفاجأة، 100 نقطة أساس أحدهم أكبر من المتوقع، 50 نقطة أساس مقابل 75 بالمتوقع أقل من توقعات الأسواق. فبالتالي بنك كندا دائما ما يفاجئ الأسواق، أو دعونا نقول أنه يفاجئ الأسواق في بعض الحالات. في ديسمبر الماضي منذ الاجتماع الأخير كانت الأسواق تتوقع بعدم رفع أسعار الفائدة نظر للبيان الأخير الذين قد ذكر فيه لجنة السياسة النقدية لبنك كندا أن بنك كندا سوف يطلع على البيانات الاقتصادية، لكن مع البيانات الأخيرة، تقرير الوظائف الممتاز، إضافة 104 ألف وظيفة في ديسمبر، البطالة عند 5%، البطالة متوسط البطالة يعتبر جيد ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة، حتى أن التضخم كانت قد سجلت انخفاضات من ذروتها، أقصد هنا المؤشر الرئيسي انخفض من 6.8 إلى 6.3%، لكن بالاطلاع على أرقام التضخم الأساسية فلا تزال عند مستويات مرتفعة 5%، حتى أن أرقام CPI الترند الميديان، عدة أرقام تضخم بالنسبة لكندا، لا تزال مرتفعة أعلى من أهداف أو مستهدفات بنك كندا. فبالتالي إمكانية تحرك بنك كندا ل 25 نقطة أساس ممكنة جدا بناء على الأرقام الاقتصادية الأخيرة التي قد اعتبرها جيدة بالنسبة للاقتصاد الكندي. الجدير بالذكر هنا أن بنك كندا سيفرج عن محضر في 8 فبراير، في 8 شهر 2، لأول مرة في تاريخه سيفرج عن محضر على ما أعتقد لمحاولة تمديد الثقة مع المستثمرين الذين بطريقة أو بأخرى قد فقدوها مع بنك كندا بالفترة الأخيرة. نعم أحمد، يعني أيضا فيما يتعلق مع عودة انفتاح الاقتصاد الصيني من بعد إغلاقات لثلاث سنوات بسبب أزمة كورونا، هذه العودة والانفتاح لربما هناك بلشت العديد من الإصابات تظهر والأرقام تتزايد نتيجة عودة الاختلاط، وأيضا نحن في موسم عيد رأس السنة القمرية بالنسبة للصين، ارتفاع حالات الإصابات كيف ستكون انعكاسه على تحركات الاقتصاد الصيني خاصة في الربع الثاني المتوقع أن يكون عودة نموه من جديد وفق التوقعات بأن يكون بقوة، برأيك كيف ستكون التحركات وأيضا انعكاساتها على الأسواق؟ نعم، الصين أحد الاقتصادات الكبرى التي قد رفعت القيود الصارمة مؤخرا على فيروس كورونا، فبالتالي كان هناك بعض التفاؤل بالأسواق بانفتاحات الاقتصاد نظرا لانكشاف الاقتصاد الصيني على الاقتصادات العالمية، لكن بطريقة أو بأخرى الأرقام المرتفعة لعدوى فيروس كورونا قد شكلت بعض المخاوف إلى أن الاقتصاد أو أن القيود الصارمة قد يتم إعادتها بطريقة أو بأخرى. هذا الشيء قد أثر بطريقة أو بأخرى بسلبية للأرقام الاقتصادية من الصين. فلو طلعنا على الأرقام الاقتصادية بالنسبة للصين، مؤشر المنتجين كان قد سجل 3 أشهر متتالية بانخفاضات، فبالتالي كانت القيود أو حتى الإغلاقات، إغلاقات شنغهاي أقصد هنا، كانت قد أثرت على مؤشر المنتجين. CPI أو مؤشر التضخم كان قد سجل انخفاضات إلى 1.9%، لكن 1.9% يعتبر بعيد عن مستهدف بنك الصين الشعبي الذي يعتبر أو حتى حكومة الصين عند 3%. الصين تبتعد بأرقامها عن التضخم في ظل اقتصادات عالمية تكافح لكبح جماح التضخم، فبطريقة أو بأخرى قد يكون انفتاح الاقتصاد الصيني قد يكون بطريقة أو بأخرى يعطي إيجابية للنشاط التصنيعي الذي واجه صعوبة وسلبية في الفترة الماضية، فالانفتاح النشاط التصنيعي قد يكون تأثيره جيد بالنسبة للصين، لكن الجدير بالذكر هنا أن الانفتاح على الاقتصادات الصينية أو انفتاح الاقتصاد الصيني قد يكون له تأثير سلبي بطريقة أو بأخرى على الاقتصادات العالمية، أقصد هنا ارتفاع التضخم الذي
يحاربه ويحاول أن يكدح جماحه الاقتصادات الأخرى. صحيح. مؤشر شانغ سينغ لو اطلعنا عليه قد سجل ارتفاعات بالفترة الماضية منذ بداية العام بنسبة 10%. لو اطلعنا على ذلك لأن سلوكات المستثمرين، مشاعر المستثمرين كانت قد دعت للتفاؤل مع بداية العام، كما يطلقون عليه عامل أرنب أو رابتير، فقد دفع بعض الاستثمارات لارتفاعات لمؤشر الصيني. لو طلعنا عليه قبل 12 عام فكان قد سجل ارتفاعات ب 60%. بكل تأكيد هي ليست دعوة للشراء لكن دعوة للاطلاع على مشاعر المستثمرين وسلوكاتهم. نعم صحيح أحمد، يعني ولعل عامل أرنب يعني يأتي أكثر دقة في التوصيف لحال الاقتصاد الصيني من التنين، يعني لا يستحق التنين بأي حال من الأحوال اقتصاديا، نتحدث باعتبار الأداء المتراجع للاقتصاد الصيني والمشاكل الكبيرة التي تعتري الداخل في الصين. دعنا ننتقل على ذكر التضخم للولايات المتحدة الأمريكية، ومعدلات التضخم هي واحدة من الأدوات الرئيسة التي يستصحبها الاحتياطي الفيدرالي عندما يقبل على قرارات معدلات الفائدة، ورأينا يعني تراجع نسبي في التضخم يفتح شهية الاحتياطي الفيدرالي إلى التقليل من سياسة التشديد. نتحدث الآن عن إرهاصات 25 نقطة أساس، هل هو كذلك؟ نعم، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي، المؤشر الذي سيفرج عنه الفيدرال الأمريكي أو الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة، هو المؤشر المفضل لتتبع حالة التضخم. من المتوقع أن يسجل بعض التباطؤات على أساس سنوي هنا، فالتباطؤات تعتبر جيدة، تعتبر أسلوب جيد أو تلميح جيد أو دليل جيد بالنسبة للفيدرال الأمريكي على أن دورة تجديد السياسة النقدية جيدة إيجابية في محاولة كبح جماح التضخم بطريقة أو بطريقة أخرى. 25 نقطة أساس لو جاءت التباطؤ فقد تكون محكمة في الأسواق، نظرا لأن توقعات أو احتمالات الأسواق تضعها بنسبة 98%، فشبه كاونتد بالماركت أو شبه محسومة حاليا في الأسواق. فلو جاء مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بشكل متباطئ فقد تكون نسبة 25 نقطة أساس مرجحة جدا. لو اطلعنا على نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي، عضو من الفيدرال الأمريكي وولر العضو الصقوري المعروف عليه التفضيل لتجديد السياسة النقدية، كان قد ذكر في نهاية الأسبوع الماضي بأن تجديد السياسة النقدية بنسبة 25 نقطة أساس يعتبر جيد حاليا في الاقتصاد الأمريكي، فقد يكون الفيدرال الأمريكي قد ربح أحد الصقوريين من مجلسه لتجديد السياسة النقدية 25 نقطة أساس. يتبقى لدينا معرفة طبعا رأي كشكاري في اجتماع 1-2 نعم في الفيدرالي. جيد، شكرا جزيلا لك أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.